اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من النيل المباشر نتناول فيها ملفين رئيسيين. الملف الاول في هذه الحلقه، بعثت الامم المتحده تعلن لائحه المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي في ليبيا ومنصب رئيس الوزراء. اما الملف الثاني فيتعلق بخبراء منظمه الصحه العالميه يزورون سوق ووهان، احدى البؤر الاولى لانتشار كورونا في الصين. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية السابقة على الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر القادم. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى هي التحضير لانتخابات عامة في نهاية 2021. وسيقوم المشاركون 75 في محادثات السلام بسويسرا بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس الرئاسي من 3 أشخاص ورئيس للوزراء. هي بالتأكيد مرحلة مهمة وصلت إليها أطراف الأزمة الليبية على طريق اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة. هذه السلطة بتسمح بتنظيم انتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وده بيأتي تمهيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا. حول أهمية إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ودور هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، سنتناقش في هذا الملف حول هذه النقاط، وبالتأكيد هل ما هي يعني أولويات أو معطيات نجاح هذه الخطوة في هذا التوقيت، وهل سيستطيع الأطراف الليبيون الوصول إلى 24 من ديسمبر لإجراء هذه الانتخابات وعودة الهدوء من جديد إلى الداخل الليبي؟ بالتأكيد يعني رحلة هامة من رحلة السلام ما بين الأطراف الليبية يتم صياغتها في هذا التوقيت. ويعني الأطراف الليبيون اجتمعوا أكثر من مرة، لكن يبدو هذه الاجتماعات قد تكون معطياتها مختلفة، فكانت الاجتماعات تعقد ومن ثم كان ربما يحدث اختراق للهدنة، لكن هذه المرة هناك استقرار نسبي داخل الأراضي الليبية. هدأت كثيرا أصوات السلاح، وبتأكيد يعني ما يقوم به الجيش الوطني الليبي في الأراضي الليبية في محاولة لإعادة الاستقرار والأمن إلى الأراضي الليبية، جهود يقوم بها الجيش الوطني الليبي لعودة الاستقرار، ومن ثم خطوات السلام هذه التي يتبناها الأطراف في ليبيا مثلما أشرنا قد انعكستها على الأرض نلمسها في هذا التوقيت، بالتأكيد على أن خيار السلام هو الخيار الأمثل للتعامل مع الوضع الليبي. وأيضا هناك أطراف خارجية تقوم بدعم ميليشيات مسلحة في الأراضي الليبية، ويقوم الجيش الوطني الليبي باستهداف هذه الميليشيات والسعي لعودة الاستقرار مرة أخرى. معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود
الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد، بعد التحية، يعني ضعنا في صورة المحادثات التي تجرى في هذا التوقيت وما وصل إليه الأطراف في هذه اللحظات. شكرا لحضرتك. ويفترض أنه يبدأ غدا في جنيف ملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور كامل أعضائه وإدارة ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، بحث قائمة المرشحين لشغل مناصب في السلطة الانتقالية الجديدة بما في ذلك مجلسها الرئاسي وعضويته، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة. القائمة التي أعلنت عنها البعثة الأممية قبل ساعات وتحديدا مساء أمس تضمنت حوالي 45 اسم بيتنافسوا على هذه المناصب. بالطبع ليس هناك جديد في القائمة على اعتبار أنها تضمنت معظم الوجوه السياسية الحالية وبعض المسؤولين السابقين، لكن للأسف أيضا كان لافتا أنها تضمنت أسماء قادة ميليشيات مسلحة، ما يعكس في الحقيقة المخاوف من ما يمكن أن ينتج عنه أي اختيار جديد للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا كما هو يفترض. يعني طب يعني هل وافقت الأطراف الليبية كلها على هذه القائمة أم يعني ردود الفعل حول هذه القائمة قد يبدو متفاوتا؟ اللي حضرتك بتسأله ده سؤال وجيه جدا، لأنه باختصار شديد هو لب المسألة. ماذا سيكون رد فعل الأطراف على الأرض وتحديدا الميليشيات المسلحة في حالة أنه مرشحيها لشغل بعض المناصب لم يحصلوا عليها؟ أنا شخصيا بتوقع أنه إذا لم يتم انتخاب عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد وباش أغا وزير داخلية الحالي لحكومة السراج في منصب رئيس الحكومة الجديدة، أعتقد أنه يعني هنبقى قدام حرب جديدة في ليبيا وتحديدا يعني. طيب يعني هل يعني ظهرت او نستطيع ان نتحدث عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومه الوحده الوطنيه اللي اعلنتها الامم المتحده واللي هتمثل اداره المرحله الانتقاليه او التحضيريه لهذه الانتخابات 24 ديسمبر؟ نعم، الامم المتحده امبارح وزعت يعني ما يفترض انه مانيفيستو لهذه السلطة وأدائها ودورها، لكن أنا بيلفت انتباهي يعني ما أعلنه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في ليبيا، أنه الراجل مع أنه رحب وهنأ وأيد، لكنه لفت الانتباه إلى أنه المواقف العسكرية وتحديدا أنا هنقل لك نص كلامه، التواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية يتعارض مع مطالب الشعب الليبي. طبعا احنا هنا قدام تخوف أمريكي لافت للانتباه بيتطابق مع مخاوف ليبيين كثر من انه التنافس على المناصب في السلطة الجديدة في حال فشله سيؤدي الى اندلاع قتال وربما انهيار الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار في سرت، خاصة وأنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بقاله يومين دلوقتي بيصدر بيانات بيحذر فيها من محاولة الميليشيات المسلحة استفزازه عسكريا وعرقلة مسار التسوية ودفعها لحافة الهوية. طيب يعني هل الوضع على الأرض إزاي عامل إزاي دلوقتي يا أستاذ خالد؟ إحنا في حالة ترقب ما فيش شك، كل الميليشيات المسلحة في طرابلس في حالة استنفار وفقا لمعلوماتي، وفي اجتماعات مستمرة لقادة هذه الميليشيات بنتكلم بقى لها يومين تحديدا، وأيضا نفس الموقف بالنسبة لميليشيات مصراتة. الكل يترقب ما سيتمخض عنه الملتقى في جنيف وبناء عليه هيحددوا موقفهم في المرحلة القادمة، لكن الخوف هو انه هذه الميليشيات لن تقبل بسهوله التنازل عن مكاسبها التي حققتها على مدى السنوات العشر الماضيه. طب يعني هل من معطيات تختلف هذه المره في الحوار الذي يجرى في جنيف والنتائج
القيمة التي وصل إليها الحوار قد تعطي أمل في أن تستمر يعني تهدأ صوت السلاح ومن ثم تستمر المفاوضات السياسية؟ هل المعطيات مختلفة هذه المرة؟ بالعكس، وانا مش عاوز اكون متشائم اكثر مما احنا بنقرا الوضع الحالي. نعم. يا استاذ خالد، يعني بنقرا الوضع واقعيا، لكني واقعيا لا ارى انه يعني يمكن ان تحقق سلام في ظل وجود قوات تركيه تحتل مناطق في غرب ليبيا، وفي ظل وجود حوالي 20,000 من المرتزقه الموالين لتركيا في صفوف ميليشيات الوفاق، وايضا في ظل وجود هذه الميليشيات المسلحة. احنا بنتكلم على انه السلطة الجديدة قدامها 10 شهور تقريبا لاجراء انتخابات. اذا استمر يعني هذا الثالوث المرتزقة وتركيا والميليشيات في التواجد، فيعني التسوية السياسية تبقى حلما يعني. طيب، يعني يبقى الانتظار وبالتأكيد ترقب النتائج وانعكاساتها على الأرض. الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد. ونتحول إلى الملف الثاني في هذه الحلقة ومتعلق بأخبار كورونا. فوزارة الصحة في مصر أعلنت خروج 493 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد إتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129,293 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 547 حالة جديدة إيجابية ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس، ووفاة 46 حالة السبت. بلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 165,418 حالة حالة إصابة و 9,263 حالة وفاة. مزيد من المتابعة حول جهود الدولة في توفير أمصال كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني دائما ما كنا بنشرح مع حضرتك ان الفيروس بيبقى ليه منحنى تصاعدي ومنحنى للانخفاض. احنا واقفين فين في مصر دلوقتي يا فندم؟ احنا الحمد لله يعني المرحله الحرجه المتفاقم. انا مستمع سيادتك كويس. بقول المرحله الحرجه ومرحله تفاقم الفيروس الحمد لله، يمكن الذروه بتاعتها احنا خطيناها على خير في النزول، وهذا طبعا يعني مبشر بالخير. واحنا ايه الدلالات اللي احنا رايحين للنزول يا فندم؟ الدلالات طبعا احنا زي ما احنا ملاحظين زي الاول، كانت مستويات كانت ملحوظه. الصوت غير، انا مش عارف واضح لزمايلي ولا لا، بس الصوت بالنسبه لي غير واضح. طيب، حضرتك بس لو نعلي صوتنا دكتور شويه يبقى كتر خيرك. يعني بتكلم على الدلالات اللي احنا عدينا الذروه ونازلين. يعني طبعا يمكن الدلالات واضحه خالص ان الحمد لله ونسبه الوفيات ملحوظه جدا، قلت عما قبل. نقدر برضه الحالات برضه الى حد برضه في التنازل، وده يمكن مبشرات. واحنا بنقول ان تزايد الفيروس او انخفاضه هي دي طبيعه الفيروسات التنفسيه بين صعود وانخفاض، ده رقم واحد. رقم اثنين، اعتقد لحد ما ان الجو عامه او درجه الحراره يعني احسن مما قبل طبعا، وبالتالي كان مصداها الدوله ايضا على موضوع الاجراءات الاحترازيه خصوصا في المواصلات العامه كان ليه دور اثر كبير في الدوله. طيب دكتور، يعني حضرتك شايف ازاي فعاليه اللقاحات اللي بضوء ان وزاره الصحه بدات منذ ايام تطعيم الاطباء فيما يتعلق او اخذ الاطباء هذه اللقاحات؟ عايزين نتكلم عن اليه هذه اللقاحات ومدى نجاعتها في التعامل مع الحد مع فيروس كورونا. ما بنتكلمش في مصر بس يا دكتور، بنتكلم على مستوى العالم كمان. اللقاحات طبعا يعني العالم كله كان يعني يترقبوا الزياده الكارثيه في عدد الحالات وعدد الوفيات،
كما ان ظهر في تم بعض الحوض العسير. واعتقد الحمد لله كانت طبعا اهتمام الدول العالم وعلى راسها طبعا يمكن مصر طبعا كان لها دور فعال في جاهزيه الدوله من هذه اللقاحات. الان هو آمن وذو مردوده المناعي مردوده طيب. حضرتك بس الاجراءات ويمكن كمان الملاحظ اكثر ان من خلال التجارب السريريه وجد ان طبعا طيب الدكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات بجامعه الزقازيق اشكرك جزيل الشكر وعذرا على رداءة الصوت من المصدر. إلى هذا ظهر فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد-19 ظهروا اليوم سوقا في مدينة ووهان الصينية، كانت البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين. وتعتبر هذه الزيارة أو وصول أفراد الفريق إلى السوق للمأكولات البحرية تم إغلاقه منذ يناير الماضي، ودخلوا إلى المكان المحاط بسياج أمني في وقت منع حراس بسرعة آخرين من الدخول. مزيد من متابعنا ينضم إلينا عبر الهاتف من فنلندا الدكتور سامح الجنيدي استشاري الطب الوقائي. دكتور سامح بعد التحية، يعني قراءتك في البداية في زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لسوق ووهان بعد مرور عام على اكتشاف البؤرة الأولى لفيروس كورونا. وده جه بالتنسيق مع وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية التي أصرت أن الوفد الذي يحقق في الموضوع يجب أن يظل في الكارانتين لمدة أسبوعين، وهو خرج من الكارانتين بقاله 3 أيام فقط. الموضوع ده مهم جدا لأن هو موضوع بالمغنى الأول طبي علمي، ولكن يتدخل فيه السياسة كثيرا، لأن هم بيحاولوا يوجدوا سبب انتشار المرض بالسرعة الرهيبة دي. الانفلونزا اللي هي بتاعت كوفيد ما كانتش اول مرض او اول وباء يبدا من الصين، قبل كده كان عندنا ستارس بتاع وباء الطيور انفلونزا الطيور، وبعديها بكام سنه حصل وباء بتاع انفلونزا الخنازير. والبشاير دايما بتقول ان مصدر الوباء هو سوق الغذاء او سوق الطيور اللي موجود في مدينه ووهان، نتيجة ان هم بيبيعوا حيوانات او طيور حية. ايوه يعني انا بس هذا الفيروس. لو نقدر نبسط الصورة يا دكتور، يعني بعد مرور عام منظمة الصحة العالمية راحت تعمل ايه في ووهان؟ هتاخد عينات من السوق وهتقدر تتعرف ليه الصين دايما بينمو فيها هذه الفيروسات وبتحاول تحدد ان احنا نمنع حدوث هذه الوباء بعد كده، ما نحصلش وباء مباشر بعد كده. هو ده السبب الرئيسي ان احنا بنحاول نجد مسؤوليه زائد ان احنا بنعمل وقايه ان هذا لا يحدث ثانيه. طيب هي الصين من حضرتك شايف ازاي تصريحات الصين بانها بتنفي ان يكون سوق ووهان هو منشا كوفيد 19 وان هو من مكان اخر؟ يعني هل مرور سنه كامله هم معترفين بمصدر الوباء، لكن هم بيقولوا ان احنا حذرنا العالم بصوره مبكره جدا وكان كل الناس لازم تاخد احتياطاتها، وان هم معترفين من الاصل وقايلينها في كل حته من شهر ديسمبر 2019 ان احنا عندنا وباء منتشر وبيقتل الناس. طيب. المشكله ان الولايات المتحده بعدها اتهمت الصين انها لم تصدر معلومات كافيه، لكن الصين اصدرت معلومات، بس هل المعلومات دي كافيه ولا لا؟ الله اعلم بقى، هو ده اللي منظمه الصحه العالميه بتحاول تجده يعني. طب حضرتك ازاي برضه يعني
تقرأ لنا إن يعني إذا كان صدقت نظرية أن منشأ كوفيد 19 كان في ووهان بالصين، يعني لما نيجي نشوف أعداد الضحايا والمصابين فيما يتعلق بكورونا بنجد أن الصين في يعني تحت في ذيل القائمة، بينما تتصدر القائمة الولايات المتحدة، البرازيل، الهند. يعني كيف يمكن شرح هذه ربما المعادلة أو ربما يعني هذا الأمر؟ الصين أول ما ابتدى المرض والوباء ابتدى يكتشف أنه بينتشر بسرعة رهيبة، أخذوا إجراءات واقية في غاية الصرامة، أنهم قفلوا بالكامل المدينة، لا ممنوع الدخول إليها أو الخروج منها، وعملوا إجراءات وقاية حتى على الحدود الخارجية للصين بالكامل، منعوا السفر والدخول للصين، وخدوا إجراءات وقاية بالذات بالنسبة للمسنين، وكان ممنوع الخروج، أي شخص ممنوع الخروج من بيته لمدة شهر ونص. كانوا قافلين البلد تماما، فقدروا بالإجراءات الصارمة دي يخنقوا الفيروس، وفي نفس الوقت كان عندهم مصادر علاج كويسة. مشكلة بقى في الولايات المتحدة والبرازيل مثلا أنهم استهانوا بالفيروس، لم يقوم بإجراء أي إجراءات وقائية، ولكن استهانوا وقالوا إحنا ما عندناش مشكلة، والاقتصاد اهم من الوباء، والعلم دوت يعني ايه، السياسه اهم من العلم. فكانت النتيجه ان هم خدوا عقاب ان الوباء والفيروس بدل ما هيبقى بانديميك او هيبقى وباء، هيبقى انديميك، يعني هيبقى متوطن عندهم في بلادهم. عشان كده في حاليا سباق رهيب من اجل اقتناء التطعيم او اللقاح، والولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل من الدول اللي يعني بتحارب، ممكن تبعت جيش عشان تحصل على اللقاح للمواطنين بتوعها، لان هم لو ما قدروش يقدروا يلحقوا يخنقوا الفيروس ويوقفوا الوباء، فيصبح الوباء عندهم انديميك، يعني متوطن. طيب هناك حديث، يعني هل حضرتك تنفي او متابع لهذا الامر، ان هناك فيروس اخر وايضا منشاه من الصين، ويعني اعتقد اذا خانتني الذاكره هو اسمه ميمبا، وهذا الفيروس نسبه اصابته فيما يتعلق بالقتل هي بنسبه 75% بعكس كوفيد 19، هل من معلومات ولا يعني دي ارهاصات ليس الا حتى هذه اللحظه يا دكتور؟ لا، دي اخبار صحفيه وليست علميه. تمام. لا تعليق عليها. طب ممتاز، تمام. طب دكتور خلينا نتكلم دكتور سامح على الوضع العالمي الان، يعني كيف هو يعني حضرتك شايف المنحنى العالمي ماشي ازاي مع كوفيد 19 مع وجود اللقاحات ولجوء الكثير من دول العالم لهذا يعني لتطعيم مواطنيهم، شايف حضرتك ازاي المنحنى بتاع كوفيد 19 ماشي ازاي على مستوى العالم؟ في منافسه شديدة جدا تقترب من حالة الحرب بالنسبة للحصول على هذا اللقاح. في دول يعني بتقاطع وبتعمل حظر على خروج اللقاح من أراضيها، زي دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، يقول لك طالما عندنا مواطنين محتاجين اللقاح ممنوع تصدير هذا اللقاح على الإطلاق، حتى لو كانت الشركة ملتزمة بعقود لبيع اللقاح لدول تانية. فحصل دلوقتي نوع من الازمات السياسيه اللي ممكن تؤدي الى يعني عواقب وخيمه ما بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا وما بين الاتحاد الاوروبي مثلا والولايات المتحده. لان في دول بتحاول تعطل وصول اللقاح لدول ثانيه. لان زي ما قلت لك في سباق ان احنا نحاول نقضي على الوباء قبل ان يكون متوطنا. فحاليا الناس اللي هي يعني الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء هو سرعة التطعيم. عندك دولة زي بريطانيا مثلا، لو قدرت تعمل تطعيم كل يوم لنص مليون شخص، هتبقى محتاج لفترة على الأقل 7 لـ8 أشهر حتى تخنق الوباء. يعني نص مليون ده عدد مهول، هم مش هيقدروا حتى يعملوا تلقيح بنص مليون شخص، لكن على فرض ان هو هيقدروا نص مليون شخص صحيح. كل يوم عايزين فتره 6 شهور على الاقل. ومن تاني في صعوبه في تنفيذ هذا الامر. طبعا. طيب يعني هل حضرتك شايف ان العالم ربما هدأت انفاسه نوعا ما مع اعداد الاصابه وربما الطمأنينه الذي وجدها اللقاح مع الاجراءات الاحترازيه؟
هل الامور اهدأ الان فيما يتعلق باعداد الاصابه واعداد الوفاه، ولا احنا لسه في المنحنى العالي؟ لا احنا طبعا في المنحنى العالي. انت بتتكلم على دول، في دول الوضع فيها كويس بسبب الاجراءات الاحترازيه والوقائيه المحترمه اللي ماشيه، والوباء عمره ما كان مشكله كبيره. وحتى لما المواطن بيجي له كوفيد 90% من الناس بتشفى بدون علاج. لكن في دول زي مثلا اللي انت ذكرتها، البرازيل، الهند، الولايات المتحده، بريطانيا، السويد، الدول دي استهانت ومشيت في طريقه في طريق خطير، ان هم مش هيعملوا حاجه. يعني اهم الاقتصاد، وسابوا الموضوع مفتوح وبيدفعوا دلوقتي ثمن غالي. فابتدى يحصل ان الدول دي حاسه ان الوباء هيبقى عندهم متوطن، يعني هيفضل عايش معاهم 10 سنين. عندنا في مصر، عشان افكرك بحاجه يعني احاول اقرب لك الذهن الفكره، عندنا في مصر كان في مرض متوطن اسمه الهيباتيتس سي، اللي هو الالتهاب الكبدي الوبائي، كان فيروس، وكان مصريين حوالي من 30 او 40% عندهم الفيروس سي ده، كان بوزيتيف. صحيح. او الفيروس هيباتيتس. لغايه ما عملنا حمله وقايه وعملنا كشف مبكر لكل الشعب، وقدرنا بنجاح ان احنا نقضي على المرض المتوطن اللي اسمه هيباتيتس سي. دلوقتي نفس الكلام بيجرى في بعض الدول بالنسبه للكوفيد 19. لازم نلحق نحصر الموضوع في روحه، والا هيبقى متوطن. بمعنى ان انا هيجي لي واحد امريكي مسافر مصر بعد 10 يقول له لا يا حبيبي، تعمل لي الاول الكشف قبل ما تدخل عندي عشان ما تعمليش ايه بانديميك. هيبقى في دول هتبقى زي ما نقول ايه موصومه او مختومه بالكوفيد. طيب طب دكتور، يعني نصايحك ايه لدول المنطقه العربيه وبالخاص مصر يا فندم؟ ايه النصيحه اللي ممكن دلوقتي تتبناها الدول للتعامل مع كوفيد 19؟ النصيحه الاولى انك تاخد الامور بجديه. يعني عندك في مصر بياخدوا قرارات كويسه جدا لكنها على الواقع لا تنفذ. فلازم اداره الرقابه تقوم بالاجراءات الوقائيه دي، ولازم تحاول تجيب حمله تطعيم كبيره وسريعه. تشوف هتجيب التطعيم من فين، وتطعم الجزء الاكبر اللي بيجي منه الخطر، زي الاطقم الطبيه، المسنين، الناس اللي بيشتغلوا في الخدمات العامه، كل دول لازم يحصلوا على التطعيم في خلال 6 اشهر. احنا شغالين فيه الحمد لله دكتور، وكان في بالظبط كده. وحمله الرقابه، يمكن كانت الدوله كانت تبنت حمله الرقابه بالاخص في المواصلات العامه، وكانت حمله مشدده جدا، واعتقد ان هي كان لها دور كبير في ان هي الحمد لله تقل اعداد المصابين في ان الوضع يبقى كويس. الوضع بالظبط. بالظبط. طيب بالمره بقى، طالما انت قلت كده، احب اشكر بقى الاطقم الطبيه والناس اللي بيشتغلوا في المجال الطبي لتفانيهم في اداء اعمالهم بسبب انك انت قلت كده بقى. صحيح صحيح. تمام يا دكتور، اشكرك جزيل الشكر لوقت حضرتك يا دكتور. الدكتور سامح جنيدي استشاري الطب الوقائي، كنت معنا عبر الهاتف من فنلندا، شكرا جزيلا ليك يا دكتور. وينضم الينا عبر سكايب من روما الدكتور فؤاد عوده، رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه. دكتور فؤاد، بعد التحيه، يعني في البدايه هو سؤال توجهت بيه للدكتور سامح فيما يتعلق بتحركات منظمه الصحه العالميه ووصولها الى ووهان في هذا التوقيت. كيف ترى اهميه هذه الخطوه؟ وهل تأخرت كثيرا؟ نحن نتحدث عن زيارة بعد عام كامل لوهان الصينية، هل ترى من ضرورة في هذه الخطوة قد تساعد في التعامل مع كوفيد 19؟ تحياتي للجميع. أنا حسب رأيي هذه الخطوة متأخرة كثير، بعد تعرف أنه منظمة الصحة العالمية مع خبراء ولو عندهم خبرة كبيرة، بس الأدلة الكثيرة اللازمة للتحقيق حتى رأي الصين خفتها كثير من هاي الأدلة، واليوم بيقدروا يحققوا مع الأشخاص اللي أصيبوا أو عائلة الأشخاص اللي أصيبوا أو يزوروا السوق. بس اليوم صعب إنه يتوصل لتحقيق شفاف ودقيق بعد سنة، خصوصا في أدلة كثيرة اللي لازم كانوا الصين تسلمها لمنظمة الصحة العالمية في أول شهر، وخصوصا في شهر 11 سنة 2019. اليوم العالم بحاجة لشفافية وجواب لثلاث أسئلة: هل الفيروس
المؤتمر المرتفع، هل الفيروس كان في المختبر وبغلط من خبراء الصين طلع من المختبر؟ هل الفيروس اصله من الحيوان الناس البريه اللي كانوا في السوق ووصلت الى الانسان في خلال حيوان ثاني؟ كل هاي الاسئله لازم كانوا يعطوا جواب في شهر واحد وشهر اثنين سنه 2020 عشان مقاومه الفيروس بطريقه منظمه وبطريقه قويه، وما وصلناش لعدد كبير من اللي توفوا. دكتور، يعني يبدو أن العالم ليس لديه خيار في التعامل مع كوفيد-19 إلا من خلال اللقاح والإجراءات الاحترازية. هل تستطيع منظمة الصحة العالمية أن يكون لها دور في هذا الأمر لتوفير اللقاح للدول الأقل غنى على مستوى العالم؟ هذا واجب من منظمة الصحة العالمية، لكن اليوم إحنا عندنا نقطتين مهمات نستمر فيها. باقي علينا النقطة الثانية اللي بنستمر فيها واللقاح والارتداد، وفي نفس الوقت البروتوكول والعلاجات وخصوصا العلاج في البيوت. وهذه النقطتين، وانا في شهر واحد واثنين صرحنا انه سوف يربح الحرب الجيش الابيض بدون لقاحات، لانه اليوم وصلنا تقريبا ل 75% اتعافوا، عندنا 80% من المصابين بدون اعراض، عندنا 95% من الاشخاص يتعالجون في البيوت، بس احنا بحاجه للقاح او لقاحات، عديده اللقاحات متوفره في جميع الدول الغنيه والفقيره والناميه، ليش؟ لانه عشان يخدم نجاح كبير للتطعيم ونضج التطعيم لازم نوصل 70% من سكان كل دوله والى سكان العالم من الشمال للجنوب من الغني للفقير، وهذا الوحيد اللي بيقدر يعمل دور مهم، وانه دور مهم هي منظمه الصحه العالميه، بس لازم تبقى شفافه مستقله من ناحيه اقتصاديه وسياسيه. للاسف لهسه ما اثبتتش هذه الانتقاليه يعني انها مستقله، ليش؟ لانه في اللقاحات لازم كانت تعمل كل التصريحات الايجابيه والسلبيه بالنسبه لكل لقاح. اليوم في حروب سياسيه بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، في حروب سياسيه واقتصاديه بين الاتحاد الاوروبي مع شركه موديرنا ومع شركه استرازينيكا. الدكتور فهد عودة رئيس رابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية من روما، كنا أشكرك جزيلا الشكر، كنا نريد مزيد من الوقت بس كان في رداء نوعا ما في الصوت، شكرا جزيلا لك يا دكتور فهد. بهذا نصل إليكم إلى ختام هذه الحلقة من النيل المباشر، غدا يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد وموضوعات أخرى نفتحها معكم، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.